السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج السرطان باذن الله هتكون قراءتك جميله ومليئه بالفرح والهنا. التصوير بتاعك يا برج السرطان بالكاميرا الاماميه، فالصوره بتدي معاك انقلاب الشاشه او العكس. هنشوف مع بعض دلوقتي استخارتنا ونقول بسم الله. بسم الله. سورة الإسراء. سورة الإسراء ده بيدل ان انتوا الايام دي في اشد الحاجة لربنا، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. الفترة دي انتوا يعني عندكم كده امور فيها طاقة، عندكم دعوة مستجابة، عندكم تسديد ديون، حاجات هتفعلوها جديد، بس في غلطة غلطتوها الفترة دي، والغلطة دي انتوا مازال بتدفعوا ثمنها. عندكم اموال جاية لكم، حاولوا تستغلوها صح وتمسكوا الطريق من البداية، امسكوا الخيط كده من البداية وامشوا عليه. عندكم وعد الفترة دي، والفترة دي هيكون طاقة مختلفة ليكم. كمان انتوا هنا زعلانين قوي على نفسكم، والزعل ده بسبب خيانة وغدر احد اخد مال منكم، وعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا عن اي حد عامل لكم مشاكل سلبية في حياتكم. نقول ان انتوا اليومين دول في طاقة متحكمة فيكم. الطاقة اللي متحكمة فيكم دي هي اللي مخلياكم حيرانين جدا، مخلياكم شايلين هم الدنيا فوق دماغكم، وده اكبر غلط. لازم الطاقة دي في اسرع وقت تحصنوا نفسكم. انتوا اصلا حد ناس كتيرة جدا بتقول لكم ان انتوا مسحورين، ناس كتيرة جدا بتقول لكم ان انتوا حد عمل لكم عمل، بس انتوا شجاعتكم وثقتكم بنفسكم انتوا ما بتعرفوش تصدقوا الكلام ده. فياريت تخلوا بالكم الفترة دي من نفسكم، ودايما تحصنوا نفسكم قوي. عملوا لكم سحر فرقوكم بينكم وبين الشريك، خلوكم انتوا ماشيين في طريق والشريك ماشي في طريق تاني. السحر فعلا انتوا معمول لكم سحر بالتفريق، انتوا مش معمول لكم سحر وقف الحال، سحر التفريق. وسحر التفريق ده من وراه ضغوط نفسية، من وراه حيرة، مش عارفين تاخدوا قرار ولا عارفين حتى تكونوا مع الشريك. كل اللي عليكم ان انتوا عندكم ذبذبة في دماغكم. من ناحية الماديات، الماديات عندكم في قمة الازدهار، لإما هتكون لإما انتوا عندكم شغل حلو جدا بتشتغلوا منه، لإما انتوا فاتحين مشروع، فاتحين حاجة جايلكم مصدر حلو جدا منها. الله أعلم في طاقات إيجابية ليكم وفي أخبار تخصكم انتوا على جميع الأصعد. كمان انتوا هنا بسم الله في طاقة جديدة او طاقة معينة انتوا ناويين تشتغلوا عليها، ناويين تسعوا من تجديد من امور من طاقات تانية او من حاجات مختلفة. الطاقة بتاعتكم مفتوحة ودايما بتوزعوا ايجابيات على كل الناس، بتتفائلوا جدا، مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية، لا انتوا عندكم تفاؤل جدا في حياتكم. بتحبوا الخروج من البيت، بتحبوا السفر، بتحبوا تشربوا قهوة، بتحبوا تعملوا حاجات كتيرة جدا انتوا بتحبوها. وفي قرار الفترة دي هتاخدوه وهتفتكروا الكلام ده كويس جدا. القرار ده ان انتوا هتخرجوا من اي حد في حياتكم. انتوا العاطفة عندكم تعبانين بمعنى الكلمة، العاطفة ما فيهاش فيها استقرار، لدرجة ان انتوا لما بتقعدوا مع نفسكم شوية بتقولوا احنا حتى مش عايزين شريك في حياتنا، دايما كاتمين نفسنا. البعض ممكن يكون في علاقة سامة، او بمعنى علاقة فيها غموض، علاقة تعب، علاقة ارهاق، دايما كده الشريك مش فاهمكم او انتوا مش فاهمين الشريك، او الشريك بيحب يتحكم فيكم. انتوا روحانياتكم عالية جدا، لما بتحبوا بتحبوا مش حب التملك بس، بتحبوا ان الشخص ده يكون يخصكم انتوا، الشخص ده بتاعكم انتوا، الشخص ده ليكم انتوا، الشخص ده محدش يجي عنده، الشخص ده محدش يكلمه، دايما ماشيين بالمبادئ دي. والشريك ما بيستحملش طبعا الكلام ده، بيحس ان انتوا في ايه اللي بيحصل، الطاقة دي ليه، الكلام ده ليه، حاجات كتيرة جدا واسئلة كتيرة جدا. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، وشكم هيبدأ ينور من بعد طبعا الضيق اللي انتوا حاليا فيه، التوهان
والتشتت وعدم اتخاذ قرار، رغم ان انتوا عملتوا اكتر من مرة، ممكن تكون صلاة استخارة او بمعنى صح دعيتوا ربنا اكتر من مرة، بس برضو محطوط عليكم من الطاقات اللي انتوا بتأذيكم في التفكير. عندكم علاقة مع ابراج ترابية، مفيش تفاهم مع ابراج ترابية خالص معاكم. الابراج الترابية بيكون ليها مصدر تاني وانتوا ليكم مصدر تاني خالص، واللي بقول اللي في علاقة من الابراج الترابية ينزل يقول لي في الكومنتات ليه دايما في نفور، دايما في شد وجذب، دايما كده مفيش تفاهم، مفيش اي طاقة. انتوا بتحاولوا تعملوا اقصى مجهود في حياتكم لانتوا تكونوا احسن حاجة. طيب اقول له عدوا ورايا، انتوا محسودين على ايه؟ اول حاجة انتوا محسودين عليها على عيونكم، واغلبكم عيونكم لونها جميل جدا، لدرجة انه بيجوا في وشكم بيقولوا لكم ايه ده، ايه عيونكم الجميلة دي، ايه عيونكم الحلوة دي، إيه؟ وده حسد شديد من غير اي حاجة. البعض منكم كان بشرته جميلة، شعره جميل، اخد عين لحد الان عمال يعالج في نفسه. بتحبوا اللون الموف، اللون الرصاص، اللون الاسود، بتحبوا كده الوان جميلة بتديكم تفاؤل، الالوان دي فعلا بتديكم تفاؤل، عشان كده انتوا بتحبوا فعلا الفترة دي تجددوا. طيب البعض منكم عنده ربح، البعض منكم عنده جمعية هيقبضها، البعض منكم حاطط في باله 3 حاجات، اللي عايز يشتري شقة ويأسس حياته، واللي عايز يشتري تليفون معين في دماغه، واللي عايز يشتري عربية بقدر المستطاع. انتوا حاطين اساسيات في بالكم. كمان البعض منكم هنا مسلف حد فلوس ومستني حد، مستنين الفلوس دي تترد لكم في اي وقت، انتوا مالكمش دعوه، انتوا مستنيين الفلوس دي تيجي لكم. وبالفعل الفلوس دي هتكون مصدر ليكم خير، او هتكون طاقه جديده ليكم، او هتكون بمعنى اصح فرج او طبطبه او خير او دعم، حاجات جديده، حاجات حلوه، حاجات مختلفه، الله اعلم. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم ثقة بنفسكم عالية قوي، انتوا منزهر، في دفعة انزهار قدامكم. كمان هنا عايزاكم ما تحكوش على فلوسكم، ما تحكوش على خصوصياتكم، اكتموا داروا، بلاش تبينوا للي حواليكم ان انتوا معاكم فلوس كتير، بلاش تبينوا ان انتوا عندكم اجمل حاجة احسن حاجة، ده بيسبب لكم ضغوط، كسرة قلب، وجع، خيانة، ظلم من الناس اللي حواليكم. ليه؟ علشان الطاقات اللي متوزعة عليكم من الحجر. عندكم هنا مرات اخ، مرات الاخ دي لو جبتوا 100 عقل على عقلكم هي بتكرهكم وهي بتحقد عليكم. مرات الاخ دي مش حابالكم الخير، خلوا بالكم، ودايما اقول لكم احذروا من مرات الاخ، هي سبب رئيسي في قطع العلاقة، هي سبب رئيسي في الكلام اللي بيدور حواليكم، هي سبب رئيسي في اي ضغط نفسي انتوا بتمروا بيه. انتوا هنا حزانة قوي وبتسألوا نفسكم يا هل ترى احنا عملنا ايه لدرجة ان انتوا تعملوا فينا كده، فانتوا قررتوا ان انتوا تنجحوا، وقررتوا ان انتوا تكونوا رقم واحد في اي حاجة، طاقة جديدة، طاقة معينة، طاقة مختلفة، حاجات كتيرة، حاجات مختلفة، الله أعلم، بتفكروا في حاجات كتيرة جدا تديكم دفعة لقدام في النجاح. وبالفعل نجاحكم عالي، نجاحكم كله ازدهار، نجاحكم كله ثقة بالنفس، بسم الله ما شاء الله عليكم، دفعتكم دايما لقدام هي اللي بتكون سبب رئيسي في ان انتوا تطلعوا من اي حاجة في حياتكم. كمان انتوا الفترة دي بتقربوا من ربنا جدا، البعض منكم بيصلي جدا وبشدة، البعض منكم بيقرأ قرآن، بتعملوا حاجات في الدين جدا الفترة دي، في صدقة او في نذر او في حاجة عايزين توقفوا بيها، او عايزين تطلعوا حاجة لله كبيرة جدا وشغالين عليها. البعض منكم هنا عنده كلام مع اخوات على ورث، البعض منكم عنده حاجة تخص برضو حاجات على ورث، الله اعلم، في مبلغ من المال جاي لكم، المبلغ من المال ده هيديكم بسم الله ما شاء الله عليكم ازدهار ليكم ودفعة كبيرة جدا. بصوا هنا، هنا حيرة وتوتر من امرين، شاغل بالكم. انتوا تايهين، تايهين جدا، خلوا بالكم في قرارات انتوا مش عارفين تاخدوها، في حاجات انتوا مش عارفين تبدأوا عليها ازاي، كذا حاجة، يعني البعض منكم حيران في كذا حاجة، البعض منكم خايف في كذا حاجة، البعض منكم حاسس ان هو ماشي في طريق والطريق ده مسدود، مفيش حاجة اسمها الطريق مسدود، فيها ان انا لما هتعب في الطريق ده او هيطلع عيني، ربنا اكيد هيسخر ليا المواضيع وهيأثر ليا وهيطمن قلبي وهيحسسني دايما ان هو معايا. في حد عندكم بيعمل خطيئة، حد عندكم ماشي في طريق
مش كويس، خلوا بالكم من الحتة دي. الحد اللي ماشي عندكم في طريقنا انتوا بتحاولوا دايما تتكلموا معاه، اذا كان اخ او اخت الله اعلم، بس عندكم حد من دمكم ولحمكم ماشي في طريق، والطريق ده انتوا دايما بتقولوا له الطريق ده خطأ، الطريق ده هيندمكم، الطريق ده هيوديكم في طريق لا رجعة، ومفيش حد بيسمع كلامكم، وعشان كده انتوا قررتوا تسكتوا حتى لو بتشوفوا الغلط قدامكم. بدأتوا ان انتوا ما تقولوا له مالكمش دعوة، اغلب الوقت التليفون بتاعكم صامت، اغلب الوقت حاسين بالكسل والخمول وعايزين تناموا بقدر المستطاع. ليه؟ علشان بتقولوا احنا كفايه، فينا اللي مكفينا، احنا ما بقاش ناقصين ضغوط، ما بقاش ناقصين التعب النفسي اللي بيحصل لنا ده، احنا هنفضل كده لحد امتى؟ احنا خلاص تعبنا بمعنى الكلمه، اتكسرنا اكتر من مره، اتزلينا اكتر من مره، تعبنا في ضغوط نفسيه اكتر من مره، خلاص ما بقاش عندنا طاقه حتى نتنفس، ما بقاش عندنا طاقه حتى ان احنا نشوف حياتنا بالشكل اللي احنا محتاجينه. وعشان كده بسم الله الطبطبه اللي هتكون عندكم دي هتكون جبر ليكم انتوا من عند ربنا. ربنا والله العظيم عالم بيكم وعالم بحالكم، وعارف عالم قد ايه انتوا محتاجين انه تحسوا ان ربنا معاكم، فما تقلقوش خالص من اي حاجه في حياتكم. عندكم اخ مريض او حد مريض عندكم، دايما قلقانين عليه، دايما كده مش عارفين هو عنده ايه، مش عارفين ماله، ايه اللي بيحصل معاه، مفيش اي حاجة معينة. عندكم اخوات فعلا بيحبوكم جدا، بس فيهم يعني هم شايلين هموم الدنيا. عندكم حد من ابراج مائية، حد من الابراج المائية ده ست او بنت بتحبكم جدا جدا، ودايما عايزه مصلحتكم كده تكون تتقضي، دايما تكونوا في قمه الازدهار، ويكون عندكم دفعه لقدام وثقه بالنفس جديده، وكمان طاقات حلوه بتفرح لكم قوي على الخير اللي انتوا بتعملوه. البعض منكم ناوي يزور مسجد، ناوي يزور الكعبة، ناوي يزور حاجة من بيت الله عندكم بأي طريقة. في هنا البعض منكم ممكن يعني في خاتم، انتوا عندكم خاتم مسلسلة، في حاجة بتحبوا تلبسوها، او لا اما الخاتم لا اما السلسلة، لا اما انتوا لابسين خاتم او سلسلة حاليا، في حاجة انتوا بتلبسينها حاليا وحاطين ده دايما طاقة إيجابية. التعبان اللي عندكم ده، انتوا البعض منكم بيحلم بتعابين، خلوا بالكم التعابين دي بتكون طول ما هي ما بتأذوكمش فتأكدوا تماما ان انتوا مش عليكم أذى، بس ما زال ان انتوا بتشوفوها ده بيدل ان انتوا التعابين دي موجودة في حياتكم، بس انتوا برضو مش هيأذوكم ولا هيكون عليكم أي أذى من التعابين دي. كان عندكم علاقة من الماضي، والعلاقة دي مازالت مؤثرة عليكم، يعني فيها تأثير سلبي عليكم. عندكم واحدة كانت كلها حقد وغل، الحقد والغل دي كانت من الماضي، دايما ما بتحب لكمش الخير ابدا، ولا حابة ان انتوا تكونوا حتى في اي طاقة معينة عندكم، او في اي حاجة اذياكم الله اعلم، بس كان في اذى كبير جدا في حياتكم، وكان في شوية ظلم، اتظلمتوا او اتخذلتوا او وقع عليكم ظلم كبير جدا وانتم مالكمش اي علاقة بيه. البعض منكم اتهم في تهمة وكان بريء جدا منها، وحاول ان هو يثبت براءته، بس ما عندوش اي دليل ولا اي اثبات براءته، بس ربنا هو اللي اثبت براءته من عند ربنا، وحس قد ايه ان ربنا ده كان طاقة ايجابية للبني ادم، عشان كده انتوا قررتوا ان انتوا تمشوا في طريق خير. البعض منكم لذيذ جدا في لبسه، البعض منكم خلوا بالكم الايام اللي جايه هينزل يجيب هدوم جديده بالالوان اللي هو بيحبها، وهيبقى فيه كده يعني هتكونوا مبسوطين جدا وهتكونوا فرحانين جدا، هيكون في امور مندفعه ليكم وهيكون في طاقات ايجابيه ليكم. بسم الله ما شاء الله عليكم، الطريق عندكم منور، كذا اكتر من طريق عندكم هيديكم دفعه لقدام، اكتر من طريق عندكم هيديكم خير لقدام، ما تشغلوش بالكم باي تفكير سلبي، ما تشغلوش بالكم باي عراقيل انتوا بتمروا بيها، الطاقه الايجابيه خير ليكم، والحاجه الحلوه اللي انتوا عايزينها مفتوحه قدامكم طول ما انتوا واثقين في خطواتكم
طاقتكم ومتألقين هتلاقي ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب. وزي ما قلت لكم اي طريق انتم ماشيين فيه هيكون فيه طريق خير. في كمان مكالمة تليفون، حد هيكلمكم وهيحتاج منكم لإما مال لإما هيحتاج منكم تقفوا جنبه، الله أعلم، بس هو هيطلب فعلا المساعدة وانتم فورا هتقفوا وهتساعدوا من غير حتى ما تتكلموا كتير او من غير ما تعملوا اي حاجة. ليه؟ عشان انتوا جدا بتحبوا الخير قوي وبتحبوا تساعدوا الناس اللي حواليكم. بس بتقولوا ايه؟ لو الناس دي فعلا تستاهل احنا نفديها بروحنا. ده اللي انتوا حاليا بتفكروا فيه، بتقولوا احنا لازم نساعد الاشخاص اللي هي محتاجانا. وعشان كده انتوا عندكم قرار هتاخدوه، القرار ده هيحدد مصير حياتكم. في شخص بيخدعكم في حياتكم، الشخص ده بقاله اكتر من شهر موجود وبيخدع فيكم، خلوا بالكم. كمان هنا عايزاكم تمسكوا على ايدكم شوية وبلاش التبذير على الفاضي وعلى المليان، انتوا مصرفين جدا. اي نعم انتوا لو قعدتوا تفكروا هتقولوا احنا ما بنصرفش، احنا بنجيب لزوم بيتنا لزوم حياتنا، بس مش كده. هدوا اللعب شوية واهدوا، علشان اللي انتوا فيه ده غلط وفي ظلم كبير جدا، ان انتوا عمالين ترموا عمالين تدوا عمالين تعملوا حاجات مختلفة، فلازم تهدوا كده شوية. كمان هنا بلاش الاكتئاب وبلاش ان انتوا عمالين تأنبوا في ضميركم، في انتوا الحاجات دي انتوا مالكمش دعوة بيها. ليه عمالين تأنبوا في ضميركم؟ ليه عمالين تقولوا احنا السبب، احنا ليه؟ بلاش تدوا نفسكم دفعة لقدام سلبية. اي حاجة مأزياكم زي ما انتوا حاليا بتفكروا، انتوا بتقولوا ايه؟ اي حاجة ازيانا والله ما عدنا نفكر فيها تاني، ما عدنا حتى نديها اهتمام. ده الصح اللي انتوا بتفكروا فيه، ده هو الصح. ليه؟ علشان خاطر طول ما انتوا بتفكروا في الحاجة السلبية، طول ما انتوا مهمومين، طول ما انتوا بتفكروا في اي حاجة ازياكم، طول ما انتوا حاسين بكثرة القلب والخذلان. طب انتوا هتفضلوا لحد كده؟ هتفضلوا لحد كده امتى؟ يعني هتفضلوا لامتى شايلين الهموم فوق دماغكم؟ اهدوا شوية. عندكم ست كبيرة، عندكم اتنين ستات كبار، ست كبيرة سمرة وقصيرة وعندها علامة في وشها، لا اما بتلبس نظارة لا اما عندها بق كبير، حاجة معينة في وشها. الست دي ما بتحبكمش ابدا ودايما بتحب مصلحة الاخرين على مصلحتكم، فياريت تخلوا بالكم من الست دي. هي قصيرة وتخينة، مش تخينة قوي بس هي تخينة وسمرة وعندها علامة في وشها وشعرها كده، هي بتحب تهتم بنفسها جدا ودايما كده بتحب تتكلم عن اللي جابته. الست دي في قمة الحقد والغل اتجاهكم ومش بتحب لكم الخير خالص، ووشها اصلا مش بشوش نهائيا. عندكم ست تاني بيضة قصيرة وتخينة بس هي بيضة. الست دي كده ملامحها حتى بريئة، بتحبوا يعني انتوا مش بتشوفوها كأنكم تدخل قلبكم على طول. الست دي فعلا حابة لكم الخير وحابة ان انتوا تكونوا متألقين، بس ممكن يكون فيها شوية الطمع شوية، بس هي من ناحيتكم صافية وبتحب لكم الخير قوي. هنا كمان انتوا ناويين تشتغلوا على مشروع في بالكم بقالكم مدة، في حاجة حاطينها في بالكم عايزين تشتغلوا عليها وعايزينها تنجح بقدر المستطاع. عندكم علاقة قوية الفترة دي، هيبقى في دفعة لقدام بإذن الله، وأقدر أقول إن انتوا هتخرجوا الأفعى من حياتكم اللي عاملة لكم الذبذبة والطاقات السلبية دي، وهتمسكوها كده واحتمال تموتوها خالص. في كمان حد هيعتذر لكم عن حاجة خطيئة عملها معاكم أو عن ظلم وزعه عليكم، وانتوا مش هتكونوا أصلا مديين الموضوع أي اهتمام. وهيبدأ الاستقرار العاطفي عندكم الفترة اللي جاية، ان انتوا هتبدأوا ترتبوا حياتكم وترتبوا المسؤوليات بتاعتكم، وهيبقى في نتيجة طاقة إيجابية وفرج حلو بإذن الله. في كمان هنا طاقة جديدة، نصيحة جديدة، حد هينصحكم ومن وراها هيكون في طاقة، وأقدر أبشركم إن انتوا هتحلوا الخلاف اللي بينكم وبين حد منكم، حد معين عندكم في خلاف هتحلوه، في طاقة جديدة انتوا هتترموا عليها، الله أعلم. بس انتوا حرفيا ناويين على أكتر من حاجة تعملوها الفترة دي، علشان انتوا بتقولوا احنا اتظلمنا في أشخاص كتيرة جدا كانت في حياتنا. خلي بالكم برضو الفترة دي انتوا حابين العزلة، مش حابين حتى لو حد عزمكم على حاجة انتوا ممكن ترفضوا رفضا تاما. ليه؟ عشان انتوا حابين ان انتوا تكونوا لوحدكم. وشكم مبتسم دايما، عندكم أناقة ورقة عالية جدا، بس الحزن مسبب لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها دي. عندكم هنا بسم الله نفس عزيزة جدا عليكم، طاقة إيجابية جديدة،
طاقة معينة دايما بتهربوا من طاقات أي أذى أو طاقات أي ظلم عندكم، وعشان كده انتوا هنا عندكم حد هيطبطب عليكم وحد هيديكم خليكم تهربوا من الواقع اللي انتوا عايشين فيه، إذا كان ظلم أو خيانة أو بمعنى صح كسرة قلب. كمان انتوا هنا بتفكروا في تعملوا حاجات جديدة صح؟ بتفكروا في كذا حاجة جديدة عايزين تعملوها، وفي مواجهة عندكم، انتوا هتتواجهوا مع حد عندكم وانتوا ممكن يعني كلامكم ليه هيكون كبير جدا وهيكون جارح. ليه؟ علشان انتوا شفتوا من الاشخاص اللي انتوا هيكون عندكم مواجهة بيها دي حاجات ما قادرينش حد يستحمل، يعني مش قادرين فعلا تستحملوها، فانتوا مش عايزين ولا حابين تتكلموا في المواضيع دي او تعملوا اللي هم بيعملوه ده. فعشان كده انتوا هنا عيونكم مدمعة، عيونكم كلها دموع باللي انتوا شايفينه في حياتكم. حاولوا ان انتوا تكتموا وتداروا على خصوصيتكم وما تحكوش دايما، وديني بقول تاني، على فلوسكم، على مالكم. عندكم وثيقة هتكمل، عندكم مال هيكمل، عندكم خير هيكمل، عندكم طاقة ايجابية هتكمل. الله اعلم انتوا ايه اللي ناويين عليه، فكل اللي انتوا ناويين عليه هيكمل باذن الله وبفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بس العيون كبيرة، العيون كبيرة جدا عليكم. ركزوا على كل حاجة في حياتكم. الشخص المنافق والمخادع واللي بيظلم فيكم ده ربنا في الوقت المناسب هيجيب لكم حقكم الفترة دي. عندكم هنا كمان صدفة حلوة، لقاء حلو، حاجة معينة جديدة، حاجة مختلفة هتعملوها هتجدد في حياتكم. في كمان نهي علاقة مع صداقة مع صديق او نهي علاقة مع حد معين هتنهوها. بس انتوا في حد بتحنوله اليومين دول، حد عايزين تكلموه، حد بعد حد حصل بعد عنكم فعايزين تتكلموا معاه، وحشكم صوته، وحشك صاحبة ليكي، حد ليك، الله اعلم. في حد انتوا مشتاقين له جدا وعايزين تسمعوا له صوته، او عايزين ان هو يكون في كلام بينكم عشان انتم مأذيين او حاسين انه من بعد ما بعد الشخص ده عنكم في كده امور فيها ذبذبة، فياريت تهدوا اعصابكم شوية. صدقوني مفيش حاجة تستاهل الضغوط اللي انتم ضاغطينها على نفسكم دي، او الاوضاع اللي انتم يعني كسر قلبكم. لازم تهدوا اللعب شوية، ولازم تكونوا متألقين وتكونوا واثقين في اللي انتوا بتعملوه ده، علشان الحيرة والتوتر اللي في حياتكم ده عمل لكم أذى وعمل لكم ظلم، وعشان كده انتوا بتعانوا من ضغوط نفسية وبتعاني من ضغوط سلبية. والفترة اللي جاية دي هتكون والله العظيم فترتكم انتوا، بس انتوا في غلطة غلطتوها ما زالت بتدفعوا ثمنها لحد الآن، والغلطة دي مأثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا. كمان انتوا هنا هتكونوا في انتصار على حد كده انتوا هتنتصروا عليه الفترة دي، وهتبصوا هتتعاملوا معاه بشكل مختلف جدا، وهتقولوا انت انسان مش كويس، انت كنت في حياتنا بتخدعنا وبتظلمنا، وعشان كده احنا قررنا ان احنا ما نتعاملش معاك خالص. والطاقة الايجابية اللي هتكون في حياتنا دي هتكون دفعة لايامنا اللي جاية. الحزن والبكا وقلة الحظ عندكم والحاجات اللي قهرتكم في يوم من الايام شجرتكم هتطرح عليكم. شوفوا انتوا الفترة دي زرعتوا ايه، كل اللي انتوا زرعتوه والله العظيم بإذن الله هتحصديه. ليه؟ علشان انتوا والله هيكون عندكم عدالة في حياتكم بسبب دعوات الوالدين ليكم، او بسبب دعوات الناس اللي بتدعي لكم الفترة دي. اي نعم، في حد هيقول لكم انتوا ظلمتوني، انتوا دمرتوني، انتوا ما بتعرفوش تظلموا حد، انتوا بتتعاملوا مع الشخص انتوا يعني انتوا ما بتعرفوش تخزنوا، بس غلطة ورا غلطة ورا غلطة بيبقى عندكم دفعة كده مش لطيفة. فعندك فرصة جديدة لعمل، لشغل، لطاقة، لحاجات جديدة الله أعلم. في حاجات انتوا هتجددوا منها، في رضا تام ليكم، في كمان ندر انتوا هتحاولوا يعني يكون في ندر عندكم هتعملوه، في تحسين في علاقاتكم مع الشريك، في بداية جديدة هتبدأوها، في قرار حلو هتاخدوه، في طاقة تانية مختلفة انتوا هترسموها. بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا النور بتاعكم هيكون منور كل حاجة في حياتكم، واللي انتوا عملتوه في حياتكم الفترة اللي جاية هو اللي هيتحصد في مستقبلكم. وعشان كده دايما اقول لكم بلاش الحيرة، سيبوها على ربنا، والقرار اللي ياخده ربنا انتوا هتلاقوا الامور تيسرت فيه وانتوا ماشيين فيه، او بمعنى صح انتوا بتفكروا فيه من اي يعني بتفكروا بيه في كل حاجة، بس انتوا ما تشغلوش بالكم، اغلب اعدائكم واقفين في وشكم. وعشان كده
انتوا مش مدين اي حد اهتمام، في خير وسعادة ليكم من بعد التعب والمشقة اللي انتوا عشتوها، وعشان كده يكون في رزق عندكم وفي خبر حمل بإذن الله، او خبر طفل جديد ليكم ولحياتكم. للمفصلين انتوا عندكم رجوع الفترة اللي جاية ليه؟ علشان في طاقة ايجابية وفي دعم حلو جدا. العزاب انتوا ماشيين في طريق خير، وطريق الخير ده هيكون خير قوي ليكم. يا رب تكون قراءتنا عجبتكم النهاردة ونالت اعجابكم حبايب قلبي، وما تنسوش تشجعوني باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، وان شاء الله بإذن الله نزل لكم استخارات اقوى من كده وتكون تدخل القلب، وبإذن الله ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب.